مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع طقس صيفي اعتيادي ورياح نشطة خاصة في شرق المملكة وليالي لطيفة إلى معتدلة من حيث درجة الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة تقريبا خلال الأيام القادمة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء معتدلة إلى لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد أجواء صيفية معتدلة في النهار، صيفية لطيفة بالليل، العظمى المتوقعة بحدود 29-30 بينما الصغرى المتوقعة بحدود 20-21 درجة مئوي، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو أقل للعظمى بقليل ما بين درجة إلى درجتين، الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تصبح الأجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا تستمر الأجواء ما بين صيفية معتدلة إلى صيفية عادية، والحرارة العظمى يوم الثلاثاء بتكون ما بين 29-30 والصغرى بحدود 21 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في كثير في المناطق المختلفة من المملكة. المناطق الشمالية إربد 32-22، عجلون 30-20، جرش 32-23 والمفرق 32-21 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 30-21، مأدبة 30-21، عمان 29-21، البحر الميت أجواء حارة 38-30 درجة، والزرقاء 32-23 تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا. المناطق الجنوبية والمرتفعات الجنوبية أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل، الكرك 30-20، الطفيلة 28-19، الشراح 26-17، إمعان 31-21، وخليج العقبة أجواء حارة والعظمى المتوقعة 39 بينما الصغرى المتوقعة 29 درجة مئوية. المناطق الشرقية ومناطق البادية الشرقية الجواء حارة نسبيا إلى حارة، الأزرق 36-24، الصفاوي 36-24، والرويشد 36-23 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.